أهلا بكم. ماذا وراء عمليات التجنيس في ديالى وتلاعب الهوية الوطنية العراقية ومنح الجنسية لغير أهلها؟ ما تداعيات كشف هيئة النزاهة في العراق عن ضبط 4333 معاملة قيود مدنية مزورة لمنح الجنسية العراقية لأجانب؟ تقول وسيلة إعلام أمريكية إن المجنسين هم إيرانيون. ومن الجهات التي تقف وراء عمليات تزوير وطمس الهوية العراقية؟ يتساءل مختصون في الشأن السياسي والاقتصادي العراقي ما غايات عمليات التجنيس لأجانب في العراق مع دمار البنى التحتية وانهيار الاقتصاد العراقي، في حين عندما تستقبل الدول المتقدمة المهاجرين إليها وتجنسهم وفق معايير تحددها بناء على حاجتها للقوى العاملة واستثمار رؤوس الأموال البشرية وتطوير مهاراتها بغية زيادة رفاهية هذه الدول. ولكن هذه الحالة لا تنطبق مع العراق. العراق الواقع تحت وطأة استحواذ الميليشيات والأحزاب المدعومة من إيران على مقدراته. نسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على عمليات التجنيس في ديالى لأجانب وأهدافها وتداعياتها وإلى أي مدى هي ضمن مشروع التغيير الديموغرافي. نشاهد بداية هذا التقرير. منذ بداية الاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق عام 2003 ومحاولات التغيير الديموغرافي قائمة على قدم وساق، فتارة بتهجير السكان الأصليين من مناطقهم وتارة بالقتل وأخرى بالاعتقال، وآخرها بمنح الجنسية العراقية للإيرانيين لتحقيق تغيير ديموغرافي على أساس طائفي يضمن إبعاد السكان الأصليين ويحقق أغراضا انتخابية. هيئة النزاهة أقرت بضبط 4333 معاملة قيود مدنية مزورة في محافظة ديالى المجاورة لإيران، تم على أساسها منح الجنسية العراقية لأشخاص أجانب دون أن تفصح إلى أي دولة ينتمون. مصادر مطلعة في محافظة ديالى أكدت أن المجنسين هم من شيعة إيران الذين يتمركزون في المناطق الحدودية بين العراق وإيران. وأشارت المصادر إلى أن عمليات التجنيس تلك بدأت بأمر مباشر من رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي. عمليات التزوير التي تحدثت عنها هيئة النزاهة ليست سوى جزء من عشرات الآلاف من عمليات التزوير والتجنيس لإيرانيين في ديالى وغيرها من المحافظات جرت منذ عام 2003. ملف التجنيس الذي تشرف عليه الميليشيات المتنفذة شائك وكبير، وغاياته تمثل أجندات تسعى لمسخ هوية العراق، وبالتالي فإن من يحاولون التحقيق فيه سيكون مصيرهم القتل، كما حصل مع 5 ضباط يعملون في دوائر الجنسية حاولوا فتح هذا الملف والتحقيق فيه. وكان البرلمان الحالي قد حاول تمرير تعديلات على قانون الجنسية والذي يسمح بمنحها لكل من أقام في العراق ولو لعام واحد. ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي عبروا عن تخوفهم من حدوث تغيير ديموغرافي في محافظة ديالى المحاذية لإيران، مضيفين أن الملف أضخم بكثير من الرقم المعلن عنه، وأن هناك أرقاما صادمة لا سيما في مناطق وسط وجنوب العراق، وحملوا مسؤولية ما يحصل للحكومة الحالية والميليشيات المسلحة الموالية لإيران. إذن نبدأ الحوار مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نسلط فيها الضوء على ملف التجنيس في محافظة ديالى ومشروع التغيير الديموغرافي، وأرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي. تحياتي لكم. مرحبا. أهلا بك أستاذ شاهو القرداغي، وسينضم إلينا لاحقا أيضا الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي. إذن أستاذ شاهو القرداغي، يعني هذا الكشف وهذا الإقرار أو الاعتراف من هيئة النزاهة بوجود معاملات مزورة 4333 معاملة قيود مزورة تم على إثرها منح الجنسية العراقية لأجانب، تتحدث مصادر أمريكية تقول هناك مصادر مطلعة في ديالى أن هؤلاء الذين تم تجنيسهم هم إيرانيون وبأوامر من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. هذا الكشف لهيئة النزاهة كيف تقرأه؟ تحياتي لكم بداية وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. حقيقة مع إقرار الخبراء كاملين والمختصين بأن هذا الرقم ليس شيئا يذكر أمام الأرقام الحقيقية الموجودة،
وخاصة أن عمليات التغيير الديمغرافي أو هذه العمليات الممنهجة بدأت وخاصة في ديالة منذ 2004، يعني نحن نتحدث عن 16-17 عام من العمل الممنهج الذي يستهدف منطقة معينة بسبب أهميتها الجغرافية، وهي القرب من إيران، وأيضا هي تربط المناطق الشمالية ببغداد، فهي منطقة مهمة للسيطرة عليه وتستهدف لتغيير المنظومة أو تغيير الحالة الديمغرافية فيه لصالح جهة معينة الجميع يعلم أنها الجهة القريبة من إيران. بلا شك أن هذه المعلومة، تسريب هذه المعلومة والكشف عنها، من المؤكد أنها جاءت بعد ظهور أعداد كبيرة من هذه الحالات، وبالتالي لم يستطيعوا إخفاءه، وخاصة من قبل هيئة النزاهة. وأيضا العتب عليهم أنهم لم يذكروا الأطراف المجنسين، والجميع يعلم من يأتي، هل الأمريكي أو البريطاني يأتي حتى يأخذ الجنسية. لم تذكر هيئة النزاهة يعني هوية هؤلاء المجنسين؟ طبعا السبب الرئيسي، وحتى الكثير حاولنا أن نتواصل مع جهات رسمية في داخل هذه المحافظة لمعرفة الوضع الأمني، وضع الاقتصادي، وضع المعيشي، وضع حقوق الإنسان، الجميع يخاف. تصور في هذه المحافظة لا أحد يستطيع أو يتجرأ على إعطاء أي معلومة أو حقيقة لأي وسيلة إعلامية، هناك تكتيم إعلامي كامل. مجموعة من الأطراف الموالية لإيران طبعا المعروفة، أهمها بدر وعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وأيضا سرايا السلام وكتائب حزب الله بشكل أقل، ولكن بشكل أكبر هي مسيطرة عليها من قبل منظمة بدر هادي العامري، وبالتالي يتم فرض العقوبات على كل من يحاول أن يتحدث عن هذه المعلومات. وحتى في الفترة الأخيرة التي رأينا مظاهرات في المحافظات الجنوبية، لم يسمح أيضا بالتظاهر أو تعبير عن الغضب في هذه المحافظة بسبب القبضة الأمنية الشرسة. وبالتالي على الرغم من الكشف عن هذه المعلومة، والتي مهم جدا طبعا، والتي تفتح الباب أمام قضية تحدثنا عنها سابقا وكثيرا، وكان هناك حملات ممنهجة من 2003 إلى 2004 2008 2013 وبعدها بعد مجيء داعش، ولكن لما كان يسمع أحد، والكل كان يغلق هذا الموضوع بحجة أنه داعش وأن محاربة الإرهاب و الآن لا يوجد داعش ويوجد هذه العمليات، وهناك أيضا أشياء أكثر خفاء يعني لا أحد يكشف عنها. فبالتالي ظهور هذه المعلومة، وخاصة أن توقيتها يتزامن مع الاستعدادات للانتخابات، يعني نحن نتحدث عن انتخابات نزيهة، نتحدث عن انتخابات سوف تغير ملامح العراق، كل قادة الكتل، حركات جديدة، أحزاب جديدة تروج للانتخابات أنها الحالة الأخيرة والفرصة الأخيرة للعراق. كيف نتحدث عن انتخابات تكون فرصة أخيرة وحيادية ونزيهة ويكشف هذه المعلومات عن وجود الآلاف من الجنازات؟ طبعا هذا الكشف لهيئة النزاهة تحدثت عن ملف لتجنيس أجانب في محافظة ديالى، ولكن هناك أيضا أمر لافت. منذ عام 2017 و2018 هناك أيضا حوادث حصلت، عمليات اغتيال من قبل ميليشيات مسلحة لمحققين أو لضباط يعملون في جوازات أو دائرة جوازات محافظة بابل وديالة. في بابل عام 2017 وفي ديالة عام 2018 تم اغتيال هؤلاء. لماذا في هاتين المحافظتين تتم تصفية ضباط الجوازات تحديدا في بابل وديالة؟ لماذا؟ طبعا الإجراء يقوم به الموظف الذي يقبل الرشوة للسكوت أو تسهيل لهذه العمليات، وبالتالي هو يستفيد من هذه التغييرات التي يحصل. بالطرف الآخر هناك أشخاص مخلصون إلى الآن داخل دوائر الدولة لا يسمحون بأن يروا مثل هذه التجاوزات، وخاصة أنها قد تكون من الأمور المتعلقة بالسيادة أو الدولة أو متعلقة بمستقبل العراق، لا يسمحون بهذا الأمر، يحاولون الاعتراض أو عرقلة هذه العمليات، فيكون مصيرهم إما النقل وبعدها التصفية كما حصل مع أحد الضباط المعنيين بأمور الجنسية، أو يحصل قتل مباشر أو اغتيال. وغالبا يتهم الجماعات الإرهابية أو داعش بأنها هي التي وقفت وراء هذه العمليات حتى يتم التغطية على الموضوع وإنهاء الموضوع بالكامل. بعض المصادر تتحدث بأن عمليات الاغتيال هذه تتم
بسبب أن هؤلاء المحققين يعني يتناولون ملف التجنيس بطريقة أو بأخرى، بالتالي يتم تصفيتهم من أجل التغطية على ما يجري. إما أنهم هل هذا الأمر تعتقد أن له علاقة؟ طبعا، إما أنهم يعرقلون هذه العملية، وأنت تعلم أن ما دام نحن نقول أن محافظة ديالى أصبحت مرتعا رئيسيا ومكانا ميليشيات منظمة بدر، بالتالي لا يمكن لأحد سواء كان شرطيا أو في الجيش أو في أي مؤسسة إدارية وأمنية أن يتجاوز أو لا يخضع لأوامر هذه الميليشيات، وبالتالي أي شخص يعرقل هذه المشاريع سواء موضوع الجنسية أو أي موضوع آخر، حتى التهجير أو موضوع إخراج المواطنين قسريا من منازلهم، حتى في هذا هناك تنسيق بين الجهات الأمنية والميليشيات، لا يمكن لا تتدخل الجهات الأمنية في عمل الميليشيات، وإن تدخلت سيتم معاقبتها بهذه الطريقة التي تحدثت عنها، وهي الاغتيالات وحوادث غامضة وحوادث اغتيال مجهولة، ولكن الهدف الرئيسي هو أن يسير هذه العملية دون أي عراقيل، ويكون تهديدا أو رسالة لباقي الموظفين في مناطق أخرى أو في نفس الدائرة بأن لا يتدخلوا بشأن يتعلق بالميليشيات. طيب، بعض المراقبين وحتى الخبراء الاقتصاديين عندما يعني تلقوا هذا الخبر أو حتى ما يدور في أروقة البرلمان من محاولات تمرير قانون من مكث في العراق أو لديه إقامة لمدة عام يحصل على الجنسية العراقية، ولكن في ضوء الوضع الاقتصادي المتدهور في العراق وتحت وطأة الديون الدولية، تحت وطأة السياسات التي أدت إلى دمار البنى التحتية في العراق، هنا كيف يمكن أن يكون العراق مثلا مشابها لأستراليا، مشابها لدول أوروبا، مشابها لأمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، الذين هم مطمح المهاجرين للوصول إلى هذه الدول من أجل الحصول على الجنسية؟ هنا العراق منهار اقتصاديا وخدماتيا وأمنيا وقضائيا وكل شيء بحسب التقارير الدولية، حتى أنه أسوأ بلد للعيش في العالم. طيب، كيف تحت أي قانون، تحت أي معيار ممكن تمرير هذا القانون داخل البرلمان وتجنيس الأجانب الذين يراد تجنيسهم بشرط أن يبقى مدة سنة في العراق؟ يعني على أي أساس؟ لا يمكن أن ننظر إلى هذه المشاريع القوانين بحسن نية. طيب، وخاصة نحن جميعنا نعلم أن الهدف هو الإيرانيين، يعني تجنيسهم وكما حصل ومجنسين الآن. في السياسة لدينا التعامل بالمثل، مثلا هل الإيرانيين أو الدولة الإيرانية تتعامل بنفس هذا المنطق والإجراءات مع المواطن العراقي؟ نحن إذا عدنا إلى الوراء قليلا وتذكرنا تصريحات قيادي كان قيادي شيعي يتحدث عن زمن الحرب الإيرانية العراقية، كيف كان في إيران يخدم الإيرانيين ضد بلاده، وعلى الرغم من ذلك لا يجددون له الإقامة. تصور عراقي لا يجددون له الإقامة وليس الجنسية. يعني الشخص العراقي ذهب إلى إيران يقاتل ضد بلده الأم، وهو رغم ذلك الإيرانيين ينظرون له باستحقار ويذكر ذلك هذا المسؤول. وهذه هذا القصة قصة مهمة جدا ويعطينا المشهد بالكامل. إذن أنت هكذا يتعاملون معك، وليس مع المواطن المعارض أو العادي، يتعامل مع وكلائهم بهذه الطريقة من الاستحقار، ولا يعطونهم أي حق من الحقوق ولا أي مميزات. لماذا هناك استقتال داخل العراق لإعطاء هؤلاء الجنسية؟ يعني هل هي فعلا مبادرة اقتصادية لكسب العقول، لكسب التجار، لكسب رؤوس الأموال كما يفعل الدول المتطورة؟ يطرحون هذا الأمر ليس فقط كذلك، الدول المتقدمة هي تقوم باستقطاب المهاجرين من أجل تطوير مهارات الأجيال التي ستأتي من بعدهم، وبالتالي يكونون يعني يحققون الرفاهية الاقتصادية لهذه البلدان. هناك خطط يعني بعيدة المدى، هناك أهداف اقتصادية سياسية إدارية لهذا الأمر، يكون لغرض توسيع أو تطوير البلاد. ولكن نحن ننظر بنظر الشك إلى هذه المشاريع، وخاصة أنها تصدر من أطراف سياسية لم تساهم في بناء الدولة، على العكس ساهمت في سرقة الدولة، وأيضا لا يوجد مبررات لهذا الأمر. والآن يتزامن هذا الأمر مع صياغة قوانين لتسهيل إعطاء الجنسية، على الرغم من أنه حتى باقي الدول دول العالم
عندها إجراءات تحاول يعني أن تعقد من إعطاء الجنسية للشخص الأجنبي وليس أن تسهل له، يعني هناك إجراءات ليبقى قيمة هذا الأمر، يبقى قيمة الجنسية وقيمة المواطن وقيمة الفرد العراقي، لكن هنا نرى أنه هناك استحقار لهذه الجنسية والاستخفاف به، عندما ندرك أن عن طريق قيود مزورة يتم الجنسية لآلاف من الأشخاص، ماذا يعني هذا؟ ماذا ما هو الانطباع الذي يتشكل عند الفرد العراقي وعند الطرف الخارجي عندما ينظر إلى الدولة يتم منح جنسيتها بناء على أوراق مزورة بالآلاف، وخاصة إذا كان الحديث فقط في ديالة عن 50,000، يعني أرقام مهولة، يعني لا يمكن الحديث عن بضعة آلاف. اسمح لي أن أرحب بضيفي الأستاذ عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد القادر، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وشهادتكم الأعزاء. حياك الله أستاذ عبد القادر. هيئة النزاهة تقر بضبط 4333 معاملة قيود مدنية مزورة، تتحدث مصادر أمريكية عن مصادر مطلعة في ديالى أن هؤلاء المجنسين هم إيرانيون. ترى كيف تقرأ هذه أو هذا الإقرار من هيئة النزاهة في هذا التوقيت؟ من المعلوم تماما عملية تجنيس الإيرانيين في العراق يعلمها الشعب العراقي تماما، لذلك حقيقة هناك هدف لأطراف العملية السياسية الذين هم تربوا في إيران على تحويل العراق على حديقة خلفية لإيران من خلال تجنيس عناصر، وليس عناصر إيرانية إنما عناصر خاصة من الحرس الثوري الإيراني وعوائلهم، من أجل حقيقة إحداث تغيير ديموغرافي في العراق. وما يحدث في العراق من عمليات تهجير، من عمليات قتل جماعي، اعتقالات، عمليات إخفاء قسري، كلها الهدف منها هو يعني تغيير التركيبة السكانية في العراق لصالح إيران، لأن هذا الهدف هدف إيراني انكشفت أموره عندما بدأت في العراق وفي سوريا، وما يحدث الآن في سوريا واضح تماما، عملية تهجير السكان الأصليين وأهالي البلد الحقيقيين، هذا كله حقيقة يدفع باتجاه التجنيس. لذلك عملية إقرار النزاهة في الوقت الحاضر على عملية التجنيس الحالية في ديالى هو حقيقة لا يساوي الواقع والأرقام الحقيقية، نتكلم عن ملايين، لذلك هم تراهم يرفعون حتى في سقف العراق والشعب العراقي، يعني عندما تقرأ وزارة التخطيط تقول أن العراق الآن في 2021 هو 40 مليون. طيب إذا ما نظرنا عقليا إلى عدد العراق وعملية العسر الاقتصادي الموجود فيه الذي نتج عن ارتفاع حالات طلاق ونتج عن عدم وجود زيجات وكذلك عدم وجود حياة اقتصادية يمكن أن يؤسس عوائل كبيرة كما كان في العراق، هذا كله حقيقة، وبالتالي يبحث أيضا عن عملية التهجير، نتكلم عن 5 مليون عراقي مهجرين خارج العراق كلهم كانوا موجودين في عام 2003، ونتكلم عن نزوح داخلي، إذا كيف وصل العراقيون إلى 40 مليون؟ هذا كله حقيقة هو باتجاه تغطية ما يجري من عملية تزوير الجنسية العراقية ومنحها للإيرانيين الذين حقيقة يخالفون حتى ضوابط عملية منح الجنسية والإقامة في أي بلد، يعني هناك قوانين يمكن أن يقيم الشخص لربما 10 سنوات وهو طابع استثماري أو طابع أنه يخدم البلد، بعد 10 سنوات يمكن النظر في القضية في أقل القوانين وحتى القوانين العراقية النافذة. طيب لماذا في عدة أيام يتم منحه الجواز والجنسية العراقية ويصبح مواطن عراقي ويسكن ويتملك في العراق؟ بالتالي الهدف الإيراني حتى من عملية زج الأفغان الذين هم موجودين في المخيمات الإيرانية منذ الحرب الأفغانية إلى هذه اللحظة لم تمنحهم إيران الجنسية الإيرانية، وهذه قصة معروفة أتمنى يتم تسليط الضوء عليها. آلاف الأفغان الذين نزحوا من أفغانستان وكانوا موالين لإيران جلبتهم إيران ووضعتهم في مخيمات، لم تمنحهم لا الجنسية ولا حقوق العمل وحتى تسجيل زواجاتهم داخل المحاكم الإيرانية لم تمنحهم هذه الحقوق، مع أنهم موالين لولاية الفقيه، وبالتالي زجتهم في معارك سوريا والعراق، هي وعدتهم بأن يتم منحهم الأراضي والجناس السورية والعراقية على هذا الأساس، ثم أشرف على العملية هو فيلق القدس الإيراني بذلك. لذلك عندما نرى أرقام ديالة 4000 تكشف النزاهة،
لأنه ربما وصل إلى مرحلة أنه لابد أن تفصح عنها، لأنها انكشفت الأوراق لدى الأطراف الدولية التي ربما وصلت لديهم هذه الوثائق من بعض الذين سربوها. لكن أتكلم عن بغداد، أتكلم عن المحافظات الجنوبية، عن البصرة والناصرية والنجف وغيرها وكربلاء حتى، الذين أصبح الأجانب الإيرانيون يتجولون فيها بطريقة واضحة. نتكلم نحن عن مئات الآلاف من الإيرانيين المجنسين داخل العراق. لماذا تم تسليط الضوء فقط أستاذ عبد القادر؟ تم يعني هيئة النزاهة كشفت عن تجنيس في محافظة ديالى وغضت الطرف عن ما يجري في باقي المحافظات، مع أن الحدود مفتوحة ويدخل الإيرانيون عبر هذه الحدود بصفات شتى. من المعلوم تماما أن المعلومات التي وصلتنا أن هناك طرفا أخذ هذه الوثائق وسلمها لطرف دولي، وبالتالي أحرجت النزاهة إلى أن تعلن هذه القضية، لأن حتى تغطي، لأن النزاهة هي يحتاج إلى لها نزاهة. لماذا لم تدقق في عملية الجنسية العراقية، مع أن الجواز السفر العراقي يحظى بالمرتبة الأخيرة بين دول العالم؟ لماذا لم تذهب، لماذا الجواز العراقي بهذه القضية المتدنية بين جوازات العالم، وهو طبعا يعتمد على الجنسية وقوة الجنسية العراقية، هي لم تذهب النزاهة للتحقيق على هذه القضية التي ربما أحد أسبابها هو منح الجوازات الإيرانية الذين يتجولون في دول العالم بصفة عراقي وهم إيرانيون؟ وهذا ما أفادت به يعني حتى العمليات التي جرت في إرهابية في أوروبا لاغتيال بعض الناشطين الأحوازيين، وجدوا أن المعتقلين يمتلكون جوازات عراقية. هذه أحد أسباب انهيار الجواز العراقي، هو لأنه يخرق الأمن وبالتالي يمنح لأجانب من دون ضوابط. على هذا الأساس حقيقة فإن إيران استخدمت السفارات العراقية واستخدمت الوثائق العراقية في عملية إدارة حركتها وحتى في تجارتها اليوم في بيع النفط وغيره لتفادي العقوبات الأمريكية عليها. استخدمت أيضا الوثائق العراقية وكذلك وثائق رسمية من وزارات عراقية. طبعا هذه الوثائق لا تصدر إلا أن يكون هناك من أدواتها من هو يمتلك الجواز العراقي حتى يذهب يسير. هذه نقطة مهمة أستاذ عبد القادر، اسمح لي فقط أن أتحول بالسؤال للاستوديو أستاذ شهوة القرداغي. يعني الإيرانيون يستخدمون هذا الطريق، يعني يمنحون أو يحصلون أو يجنسون الإيرانيين الجنسية العراقية بغية تسخير هذه المهمة أو تسخير هذا الأمر لتنفيذ يعني مشروع إيراني في المنطقة، هكذا يقصد الأستاذ عبد القادر النايل. ما انعكاسات هذا الأمر على المواطن العراقي بالأصل ابن البلد؟ يعني بالتأكيد العراقيون موجودون في هذه البلدان، سواء كان في سوريا، في البحرين، في دول الخليج، في لبنان، في مصر، في جميع هذه البلدان التي يعني تم التحذير من نوايا المشروع الإيراني فيها. طبعا أنا أؤيد كلام الأستاذ عبد القادر، وخاصة أنها رأينا في الفترة الأخيرة لماذا نزل مستوى الجواز العراقي إلى يعني آخر مستوى، وبالتالي هذا يكشف أن هناك فعلا مخاوف أمنية من المواطن العراقي من قبل أطراف الخارجية، يعني ليس من المواطن العراقي ولكن بسبب هذه العمليات التجنيس. وخاصة أن تكررت هذه الحوادث وخاصة في أوروبا عندما تورط بعض المواطنين العراقيين أو الحاملين الجواز العراقي بقضايا تجسس أو بقضايا محاولات القيام بأعمال إرهابية، وطبعا هذه لتحقيق أهداف النظام الإيراني أو مشروع الولايات الفقيه. صورة المواطن العراقي بلا شك تنعكس على المواطن العراقي، ويعتقد العالم أن المواطنين من هذه الدولة سيخرجون وسوف يمارسون تصرفات إرهابية وسوف يقومون بتجاوزات غير قانونية، وبالتالي لا يقومون بالترحيب بمواطني هذه الدولة، وينعكس سلبيا على المواطن العراقي الذي لا يريد أي شيء غير الأمان والاستقرار، وأن يعود هيبة جوازه أو يعني الوثائق الرسمية لديه كما هو. وبالتالي هذه طبعا إحدى الأسباب استخدام هذه الأطراف لعمليات خارجية، والأسباب الآخر أيضا السيطرة على هذه المناطق طبعا لاستغلالها انتخابيا والفوز في هذه المناطق، لأنها يعني انتهت بالكامل، لأن لا تقتصر على هذه العمليات، لا تقتصر على التزوير، لأنه عندما نتحدث منذ
2008 تقريبا عمليات تهجير ممنهج موجود، يعني عمليات إخراج الأهالي من هذه المنطقة وجلب يعني مكونات أخرى لهذه المناطق، وبالتالي إفساد التركيبة السكانية لهذه المناطق حتى يتم التمهيد لهذا الحدث الذي نذكره اليوم، وبالتالي تم إخراج المواطن الأصلي من هذه المناطق إما بالتهديد أو الترويع أو التفجير أو أي شيء من آخر، وجلب المواطن الإيراني أو المواطن الأجنبي وإعطائه الجنسية العراقية، وبالتالي التحقيق التغيير الديمقراطي بهذه الطريقة دون أي ضجيج. هنا يعني الموضوع أن الأمر يعني مخطط له وبشكل سلس وبشكل تدريجي يحدث الأمر، بداية قاموا بتهجير المواطنين، بعدها بهذه الإجراءات سوف يقومون بالتغطية على هذا الأمر ويبقى العدد السكاني في هذه المناطق مثل ما هو، وبالتالي الأهداف التي تتحقق من هذا الأمر من هذا الإجراء أهداف يستفيد منها النظام الإيراني عن طريق هذا الأمر الذي ذكرناه، أهداف أخرى يستفيد منه الميليشيات للسيطرة وكسب الحاضنة الشعبية في هذه المناطق، أهداف أخرى يستفيد منه الأحزاب السياسية لغرض الانتخابي وفوز بمقاعد انتخابية، وبالتالي هناك فائدة لعدة أطراف من خلال هذا الإجراء الذي يقومون به في ديالة وفي باقي المحافظات. طبعا هذا الأمر معروف ولكن تسليط الضوء على ديالة لأنه أيضا لا يوجد أي تغطية إعلامية للجرائم التي ترتكب في ديالة وخاصة في الفترة الأخيرة، يعني بغض النظر عن موضوع الجنسية مواضيع أخرى أيضا هناك تكتيم إعلامي، وبالتالي هذه الأطراف هي أطراف محلية داخلية وطرف خارجي دولي هي المستفيدة من هذه العملية، وبالتالي تستغل أو توظف كافة أجهزة الدولة العراقية لتمرير هذا المشروع دون إحداث أي عرقلة أو ضجة. طيب أستاذ عبد القادر، وزارة التخطيط تقول من الصعب إجراء التعداد السكاني في العام 2021 نظرا لانعدام التخصيصات المالية، هل ثمة ربط بين عمليات التجنيس أو ملف التجنيس وما تم إعلانه مؤخرا وعمليات محاولات سن قانون تجنيس من الأجنبي المقيم في العراق لمدة سنة ومنحه الجنسية العراقية، كل هذه المحاولات وهذه المشاريع لها علاقة بالتعداد السكاني ومحاولة التعذر بعدم وجود تخصيصات مالية لإنجازه أو إتمامه؟ لها علاقة وثيقة ومباشرة، وحتى عملية تأجيل التعداد السكاني هو كله الهدف منه إلى الوصول إلى مرحلة الإطمئنان على الدور الإيراني ومن معهم في عملية التعداد السكاني، لأنه لابد أن ينجزون كل مهامهم حتى يصلوا إلى التعداد السكاني من خلال التجنيس، وهذه القوانين التي ذكرتها ورفضها العراقيون وهو قانون إعطاء الجنسية العراقية لمن يقيم سنة كاملة في العراق ووضعوها في محددات فقط، يعني لم يمنحوها إلا الإيرانيين، هذا يؤكد حقيقة على أنهم يريدون الوصول إلى مرحلة الذروة الحقيقية من خلال تجنيس أكثر عدد ممكن حتى يتم طرح مسألة التعداد السكاني، وبالتالي يدخلون هؤلاء ضمن التعداد السكاني ويتم تثبيتهم في المناطق. لذلك التعداد السكاني ينقسم إلى قضيتين، القضية الأولى يراد منها أنه يتم تجنيس أكبر عدد ممكن حتى يدخلون في التعداد، والثانية أن التعداد سيثبت هؤلاء المنتشرين في المناطق باعتبار أنها سكان قضاء على سبيل المثال القائم أو قضاء سنجار أو قضاء المقدادية يوجد فيه 300,000 نسمة، عندما يتم تثبيت هذا الرقم سيتم التأكد من أن هؤلاء ضمن سكان هذه الأقضية، لذلك يتم تأجيل عملية التعداد السكاني، وأن القضية لا تحتاج إلى أموال، يعني هذه الاستمارة الموجودة أو الاستمارة المناطقية التي يتم الاعتماد عليها عن طريق البطاقة التموينية يعني كلها جاهزة ووكلاء البطاقة التموينية موجودين، وبالتالي يتم في سلاسة سهلة يمكن أقل عملية خسائر مادية للتعداد السكاني، لأنها تستطيع الاعتماد على إدارات المدارس وعلى وكلاء البطاقة التموينية وبالتالي على المراكز التموينية المنتشرة في عموم العراق وهي تشمل لكل حي ومنطقة، لذلك هي لا تحتاج لا إلى جهد ولا إلى مال سوى إلى عملية، لكنهم هؤلاء حقيقة ليسوا موثوقين ويريدون الوصول إلى هدف أكبر من هذه القضية حتى يتم الوصول إلى التعداد السكاني. طيب وهو السؤال الذي يطرح نفسه، إذا كان هكذا يتعذر على وزارة التخطيط
إجراء التعداد السكاني، لماذا تصرح أن العراق وصل إلى 40 مليون؟ من أين جاءت هذه الأرقام في العراق؟ والعراق فيه يعني ما يقارب أكثر من مليونين شهيد، العراق فيه جيوش من الأيتام، العراق فيه هجرة كبيرة، هو العراق فيه تهجير قسري، العراق اليوم يكتشف فيه المقابر الجماعية. يعني هل تعتقد أن هذه المبالغة وراءها شيء؟ يعني ماذا يراد من خلال هذا الرقم 40 مليون؟ هذا الرقم من أجل أن يتم زج عدة ملايين من غير العراقيين، ليتم أن يعني يقول الشعب العراقي تمدد. يعني الشعب العراقي اليوم ليس في وضع يسمح له أن يتمدد، هو لديه حقيقة قضية في عملية النقص، لأنه يعني ليس هذا هذه زيادة ممكن صحية. يعني هذه زيادة ممكن أن يكون هؤلاء إيرانيون وليسوا عراقيين. بالتأكيد، بل أنا أؤكد على أن الزيادة المذكورة على الشعب العراقي وهكذا طفرات كبيرة، يعني لا تتكلم عن طفرة 100,000، تتكلم عن ملايين، يعني الفرق شاسع والباء يعني كبير تماما. نحن ربما إذا أردنا أن نقول في عملية التوسع السكاني، إذا ما أخذناه على 10 سنوات الماضية، 5 قبل الاحتلال و5 بعد الاحتلال، يعني لا يمكن الشعب العراقي أن يصل إلى 30 مليون، لأن الشعب العراقي ليس أمام وضع نظام صحي يمكن له أن تكون هناك صحة تعمر للإنسان. العراق يحدث يوميا فيه وفيات كبيرة وانتشار الأمراض وعدم وجود المؤسسة، فضلا على أن الوضع الأمني غير مستقر، فضلا على أن القتل في العراقيين مستمر، فضلا على العراقيين يوميا يخرجون إلى خارج إلى دول المنطقة وخارج العراق يطلبون اللجوء، فضلا على أنه هناك نزوحا داخليا لم يعطوهم. يعني هناك أيضا علاقة وثيقة بعملية عدم إعطاء النازحين وثائقهم الثبوتية، إلى هذه اللحظة محرومين النازحون في خيامهم من وثائقهم الثبوتية وأطفالهم بلا وثائق. هذه القضية من يتحملهم؟ إذا هؤلاء جادين في منح الوثائق وأنهم يريدون تطوير الوضع، لماذا لم يعط العراقي الذي يسكن في الخيمة، لماذا يتم منعه من هذه الوثائق الثبوتية، والآخرين الإيرانيون يعطوهم بيوم وليلة الوثيقة والجواز؟ فعلا هو سؤال يعني يستحق الطرح. أستاذ عبد القادر، اسمح لي أن أنتقل بالسؤال أستاذ شاهو. يعني النازحون يرفضون إعطائهم وثائقهم الثبوتية، مع ذلك تصرح مصادر في الحكومة أن عدد السكان 40 مليون، وهم أيضا يقولون في شيء في خطاب أو في تصريح مناقض لذلك أن لا يمكن إجراء تعداد 21 لعدم وجود تخصيصات مالية. يعني هم يلمحون إلى هذا الرقم، هذا الرقم فيه مبالغة وتضخيم رغم الظروف التي مرت على العراقيين. هل من الممكن أن يكون هذا الرقم حقيقي؟ الأستاذ عبد القادر نايل يقول أن هذه الزيادة هم ما هم إلا إيرانيون منحوا الجنسية العراقية في إطار مشروع التغيير الديموغرافي. يعني هنا نتساءل عن أن هذه العمليات، عمليات التجنيس، كيف ستؤثر على التعايش الاجتماعي، كيف ستؤثر على التنوع والتعايش السلمي في المجتمع في خضم هذه المعطيات التي تتحدث عن مشروع إيراني في المنطقة من أجل طبعا يعني كما هو معلوم يعني هناك معطيات دولية، هناك ضغط إيراني في سبيل الملف النووي وما إلى ذلك. نتحدث الآن عن التنوع الاجتماعي، كيف تؤثر هذه العمليات عليه؟ تؤثر هذه العمليات بشكل مباشر على المحافظات العراقية وعلى التعايش والتنوع فيها. نحن نعلم أن محافظة ديالى معروفة أنها كانت محافظة فيها تقريبا مكونات كثيرة من العرب والكرد والشيعة والسنة وباقي المكونات، وبالتالي كان هناك تنوع يميز هذه المحافظة، وهذا إثراء لهذه المحافظة طبعا. ونرى أن الدول أو الحداثة فرضت على الدول العالم أن يكون هناك قبول للآخر وأن يكون هناك انتشار للتنوع ومزج الثقافات وقبول الجميع، ولكن ماذا يهدف محاولة فرض طيف واحد على محافظة أو منطقة معينة؟ يعني الآن هنا نتحدث فقط عن ديالى مثلا؟ نحن نتحدث عن كامل العراق. طيب. والمناطق الموجود بها ميليشيات، ولكن نتحدث عن ديالى نموذجا كنموذج. يعني مراحل تغيير ديموغرافي فيها مثلا؟ طبعا مراحل التغيير الديموغرافي بدأت من 2003 عند سقوط النظام العراقي السابق، كان هناك فراغ إداري وأمني.
هنا من ملأ هذا الفراغ الموجود ومن جلب الأسلحة والميليشيات إلى المحافظة؟ الميليشيات الإيرانية وخاصة بشكل مباشر من إيران، يعني تم إدخال الأسلحة والعناصر إلى ديالة وملء الفراغ الذي حدث بعد 2003. بعد تفجيرات سامراء بدأت عملية الانتقام الطائفي بشكل ممنهج، طبعا عن طريق استهداف النخب العسكرية والنخب الاقتصادية ورجال الأعمال وهذا الأمر دفع المواطنين إلى بدء بالتفكير في النزوح وترك المحافظة، طبعا منهم إلى بغداد أو منهم إلى سليمانية وباقي المحافظة. من الذي عمل على إدخال داعش إلى هذه المحافظة؟ طبعا نحن عندما نتحدث عن منذ 2003 كان الملف الأمني، كثير من المصادر تتحدث عن أن قاعدة وداعش وفي هذه المحافظة موجودة، ولكن يعني هذا الأمر كيف يجري وهناك حدود وهناك حكومة وهناك ميليشيات أيضا؟ من استفاد من النتيجة النهائية لهذه الجماعات الإرهابية التي كانت موجودة في هذه المحافظة؟ هل المواطن استفاد من هذا الأمر؟ هم يتهمون المواطن العراقي بأنه أو المواطن في هذه المناطق بأنه متواطئ مع الميليشيات، بينما المواطن هذا تدمر بيته وتسبب بنزوحه وترك أراضيه وخسر أهاليه، وبالتالي ليس من المنطقي. وطبعا المسؤول المعني المسؤول عن دخول هذه الجماعات الإرهابية سواء في ديالة في الموصل في أي منطقة أخرى هو الطرف الذي يمسك الأمن. يعني تقصد من؟ الجهات الأمنية، الأجهزة الأمنية وأيضا الميليشيات والميليشيات طبعا. يعني على الحدود، يعني الجيش يقوم بحماية الحدود من المفترض. طبعا من المفترض، ونحن عندما نتحدث عن ديالة نتحدث عن العمليات التي بدأت بتواطؤ نوري المالكي، ونوري المالكي متورط أصلا في موضوع طريقة إدخال داعش إلى الموصل، وبالتالي هنا أيضا إذا ربطنا الأمور نصل إلى نفس النتيجة. ونوري المالكي في زمنه لم يبدأ فقط هذه العمليات عمليات، وأيضا اسم آخر بارس الصولاغ هو أيضا متهم بالتورط في التواطؤ مع عمليات الانتقامية وعمليات التشريد والنزوح وطرد العوائل وقصف منازلهم أو عمليات التعذيب التي فرضت على هذا المكون أن يخرج من هذه المحافظة، وبالتالي فرض طيف واحد على هذه المحافظة. هذا لا يعني يؤثر سلبيا بشكل كبير على التنوع الموجود، لا يظل في تعايش أصلا، التركيبة السكانية يحدث فيه خلل. يعني نحن نرى أن الدول العالم كلها وخاصة الدول المتطورة آلاف الأديان تتعايش فيما بينها، آلاف الطوائف تتعايش فيما بينها، بينما الدول أو المناطق التي يدخل فيها الميليشيات الموالية لإيران فورا تعاني من مشاكل، أولا طائفية، ثانيا مشاكل بين المكونات، ثالثا الحروب الأهلية والداخلية والطائفية كما رأينا في العراق وسوريا واليمن ونراه في لبنان الشحن الطائفي الموجود. وبالتالي هذه الميليشيات كلما دخلت في منطقة معينة كان لديها تأثير سلبي على التعايش الموجود فيها. هؤلاء لا يعني لا يقدمون حتى أي خدمة لأبناء مكونهم، يعني حتى الأطراف المواطن الشيعي عندما يخرج للمطالبة بحقوقه يتم استهدافه، يتم قنص رأسه، قتله فورا. يعني هؤلاء يريدون تحقيق هذا التغيير لأجل تثبيت مصالحهم السياسية والاقتصادية في هذه المنطقة. طيب. وبالتالي يحدثون مشاكل في المستقبل نرى آثارها، هذه المشاكل التي هم يحدثونها الآن قد نرى لا نرى آثارها اليوم، ولكن في المستقبل سوف يؤدي إلى يعني أنت تزرع قنابل سوف تنفجر في المستقبل، وبالتالي الأجيال القادمة سوف تعاني من هذه المشاكل. المواطن سوف يعود ويجد أن هناك شخص مسيطر على أرضه وعلى بيته وعلى ممتلكاته، وبالتالي أنت تخلق نزاعات مستقبلية. يعني هذه الطريقة في الإدارة، هذه الطريقة في التعامل طريقة سيئة وخاطئة وإجرامية ويجب محاسبة. محافظة ديالة بحسب يعني المصادر وتاريخيا يعني لا يمكن فصلها عن سلسلة الأحداث التي جرت منذ احتلال العراق، عمليات تهجير عظيمة حصلت وكبيرة في محافظة ديالة، ربما حتى يرى البعض أن ما يجري الآن هو نتيجة يعني في قبل منذ عام 2003 وحتى 2010 عمليات تهجير كبيرة والآن عمليات إحلال في خلال هذه المرحلة. اسمح لي أنتقل بالسؤال للأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، يعني نتساءل عن
يعني موقف الحكومة مما يجري وخاصة في ملف تجنيس الأجانب الذين تتحدث مصادر أمريكية عن أن المسؤول الأول أو من قام ب يعني بإصدار الأوامر بشأنها هو رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي؟ يعني نتحدث، هل حدثتنا عن رأيك فيما يخص موقف الحكومة الحالية مما يجري؟ الحكومة الحالية هي امتداد فعلي لكل حكومات المتعاقبة على العراق بعد الاحتلال، وبالتالي هو أصلا كان من ضمن فريق أحمد الشلبي، فهل يمكن للكاظمي أن يذهب باتجاه العدالة أو إيقاف هذه الإجراءات الذي بدأها المالكي؟ وقد رأيتم أن المالكي لا زال يتجول ويصول في كل وزارات حكومة الكاظمي وكأنه هو رئيس الوزراء، وقد رأيتم ورأى العالم أن لم يكن هناك وزيرا إلا وذهب لزيارة المالكي كأنما هو القائد الفعلي للعملية السياسية. على هذا الأساس فإن العملية السياسية والحكومة الحالية لا يمكن التعويل عليها في إيقاف هكذا جرائم ضد الشعب العراقي في منح الأجانب ومنح قتلة الشعب العراقي، يقولها بصراحة، الجنسية العراقية، لأنه لو كان لديهم حقيقة ذرة من الخجل أو أنهم كان لديهم حقيقة نوع من الإنصاف، كم عاشوا من السنوات في إيران؟ هل منحتهم إيران الجواز والجنسية العراقية؟ هم قاتلوا مع إيران، هادي العامري وأطراف أخرى قاتلت مع إيران في حرب الثمانينات، هل منحوا الجنسية الإيرانية؟ يعني الجواب عند بعض السياسيين الذين صرحوا قال كنا نقف طوابير لاستلام الحصص والمعونات من الحرس الثوري الإيراني ونحن في أقل من 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 عملية الإذلال الكبيرة التي نتعرض لها. لم يمنحوهم الجنسية ولم يمنحوهم الجواز، بل لم يعاملوهم مواطنين من الدرجة الأولى مع أنهم يخدمونهم. ولذلك حقيقة لو كان هناك جدية في هذه الحكومة لأقل تقدير أقفت من يدير الإعلام في العراق، الإعلام الحكومي وإعلام الميليشيات يديره آغا شاهيني، وهو عينه منذ 2008 قاسم سليماني مع نور المالكي ليدير الإعلام، وهو كان أحد معاوني إعلام فيلق القدس الإيراني، يعني وهو شخصية إيرانية. لذلك هم لم يتوانوا في عملية إخراج من وزاراتهم ومن مناصبهم الإيرانيون الذين يتحكمون بالعراق، يتحكمون في وزارة الداخلية وغيرها، حتى يتم إيقاف هكذا إجراءات أو يعول عليهم. لذلك الحكومة متواطئة وهي جزء رئيسي في عملية منح الجنسية، لأن الدوائر التابعة إلى منح الجنسية هي الدوائر التابعة للحكومة، وبالتالي قرارات الحكومة داعمة لهذه الدوائر. وعلى عكس ما يجري الآن خارج العراق، يعني العراقيون الحقيقيون الذين هم لديهم مستمسكات ثبوتية ولادة وعدة سنوات الوثائق في كل، لكنهم لا يمنحون الجواز من هذه الدوائر ولا يمنحون البطاقات الثبوتية، وحتى ولاداتهم الجديدة لا يتم منحها. والذين تم تهجيرهم حتى من محافظة ديالى، هؤلاء إلى الآن لم يتم إعطاء ملف يعني هوياتهم أو وثائقهم الثبوتية. أستاذ عبد القادر، يعني في سؤال آخر من وجهة نظرك، يعني هل هناك جهات دولية مستفيدة مما يجري في العراق؟ مثلما هو معلوم أن العراق يعني هو مر باحتلال عام 2003 وتم تدميره بالكامل، وكل ما جرى هو سلسلة أو حلقة من هذه السلسلة. من وجهة نظرك هل هناك جهات دولية، يعني ليست فقط إقليمية، هل هناك جهات دولية لها علاقة أو تساعد أو على الأقل لها مصلحة مما يجري؟ من المؤكد تماما لو لم يكن هناك التواطؤ والصمت الدولي مع هذه الجريمة لما حدث ما حدث في العراق إلى هذه اللحظة، ولما حدث من عمليات تهجير. هناك عدة دول مستفيدة في عملية تهجير العراقيين الحقيقيين، ولا سيما من مكون معين وهم المكون السني في العراق. بداية حقيقة المستفيد الأول من هذه العملية والذي دعمها وضغط على جميع الدول في عملية دعمها هي الكيان الصهيوني إسرائيل. وبالتالي عندما نقول أن إيران خدمت إسرائيل خدمة كبيرة من قضية إخراج الكتلة الصلبة الموجودة في سوريا والعراق وحتى لبنان وما يهمنا اليوم العراق، أخرجته، وهذه حقيقة هم في أدبياتهم يعتبرونها كيانا بشريا خطرا على وجودهم المستقبلي. وثانيا
حقيقة أنها أيضا يعني من خلال عمليات التهجير شجعت الورقة المذهبية والطائفية، فقسمت الدول على هكذا شعبيا وجعلت الدول تنشغل في أمور داخلية غير الأهداف السامية التي هي يمكن أن تتطلع لها. وعندما تزيح الكتلة البشرية عن الهدف الأكبر وتنشغل في نفسها حقيقة سيستفيد العدو، وفضلا على أن هناك أمورا ثانوية من استفادة تهجير العراقيين، فدول كأوروبا الذي باتت فيها الشيخوخة كبيرة ويتحتاج إلى طاقات شبابية وإلى لتجديد طاقتها ووجودها، وحتى أن مدن أصبحت فارغة من سكانها في أوروبا، احتاجت بعض العراقيين لأجل دمجهم في هالمجتمعات وتستفاد منهم. فاليوم كفاءات عراقية هم أسرار لنهضات طبية لدول وعمرانية كمهندسين وإعلاميين وغيرهم استفادوا كثيرا، فضلا على أنه حقيقة هذه الاستفادة هي ثانوية مقتصرة على أنه أحيانا مصيبة غيري نافعة لي. على هذا الأساس فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عما جرى في العراق من هكذا أعمال إجرامية من خلال منح الجنسية لأجانب، لأنها هي من أوجدت الطبقة السياسية وهي من أشرفت عليهم، وجرى عملية التجنيس كلها بالاتفاق مع إيران في تخادمهم على احتلال العراق، وكانت السنوات الموجودين هما سلطة احتلال فيها وليس سلطة مدنية. يعني عمليات النزوح الإيراني والهجرة الإيرانية والإسكان الإجباري داخل العراق وإيتان بالإيرانيين في 2004 و5 و2006، وكانت هذه سلطة احتلال، وحتى تواجدهم العسكري ما بعد حكومتي المالكي الأولى والثانية في منتصفها أيضا كانوا متواجدين بقوة كبيرة وهم يشرفون على جميع الوزارات. يعني كان هناك مستشارا أمريكيا ربما هو الوزير الفعلي في كل الوزارات العراقية ومنها الداخلية. شكرا. لذلك كانت تمر على أمام أعينهم عمليات التجنيس وتزوير الجنسية العراقية. شكرا لك أستاذ عبد القادر النائل، شكرا جزيلا. أستاذ شاغو، يعني استمعت إلى الأستاذ عبد القادر النائل، هناك بعض المحللين والمراقبين يرون بأن إيران تستثمر جميع أوراقها بغية تحقيق هدفها الأول والأساس وهو المشروع النووي. هل ترى بأن مشروع التغيير الديموغرافي في العراق هو أحد الأوراق المتبادلة والمساوم عليها ما بين الأطراف الدولية مع إيران؟ كلما زادت السيطرة الإيرانية في العراق وزادت قدرتها على تحريك اللاعبين بحرية، كلما زاد أوراق تفاوضية عندها مع الأطراف الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم في تصريح لوزير الخارجية العراقي يقول نعم طلبنا من إيران أن تتدخل لوقف قصف العاصمة بغداد. يعني الطرف العراقي كان هناك حديث عن إرسال ممثل من الكاظمي لإيران حتى تتدخل القصف، اليوم هناك اعتراف رسمي من وزير الخارجية بأن هذا حصل. إذن هذا يعني أن إيران مسيطرة على الوضع الأمني والاستقرار داخل العاصمة بغداد، لأن خيوط اللعبة في يدها وباستطاعتها أن تضغط على هذه الميليشيات لتحركها للقصف أو إيقاف القصف. واعتراف عراقي بأن هذه الميليشيات لا تخضع للدولة وإنما فقط تستنزف الدولة، وبالتالي هذه تمنح قوة لإيران، هذه تعطي رسالة لخصوم إيران بأن إيران لديها القدرة الفعلية على هذه الدولة وتستطيع اللعب بالوضع الأمني والسياسي بمجرد إصدار توجيهات لهذه الميليشيات ويزعزع الأمن ويتم قصف السفارات وقصف العاصمة بغداد. وبالتالي كل ما زادت هذه القوة كل ما زاد الورقة التفاوضية لإيران وتعتبر نفسها باستطاعتها أن تمسك هذه العاصمة وتحركها وتزعزع أمنها وتستخدمها كورقة ضد خصومها. وبالتالي هذه المناطق التي باستخدام الجنسية العراقية أيضا، هذه العوامل، هذا جزء من العملية، جزء من العملية. التغيير الديموغرافي لماذا؟ الهدف التي يتحقق ماذا؟ هو إحداث أو خلق حاضنة شعبية لهذه الميليشيات و إعطاء حرية للطرف الإيراني، لأن ديالة منطقة حدودية وبالتالي حرية التنقل هذا أيضا أمر مهم، وبالتالي نقل الأسلحة، نقل المقاتلين، نقل المواد المخدرة، الربط بينها وبين مناطق أخرى كمخطط استراتيجي ضمن هذا المخطط يقع هذا الأمر. يعني هذه الخطوة جزء من
الهدف النهائي الذي تريد تحقيقه إيران، نعم، وهي السيطرة الكاملة. وما سمعناه اليوم من هذا التصريح يؤكد هذا الأمر، يؤكد بأن الإيرانيين يتعاملون مع العراق ليس كدولة طبيعية بل كساحة لتصفية الحسابات، كطرف، كأداة يتم استخدامه في الصراعات. إذا تسبب في حروب يشتعل العراق، هم لن يخسروا شيئا، وإذا ظل سيبقى ورقة يحافظون عليها. وبالتالي هذه الإجراءات كلها، هنا التغيير الديموغرافي، هنا تزوير الجنازي، هنا عمليات تهجير، هنا عمليات إخراج المواطنين من مناطقهم، كلها يصب في هدف واحد، وهي تقوية وكلاء إيران وخاصة من الميليشيات، وأن يكون لديهم حاضنة شعبية هم يخلقونها، وأن يفتتوا أي منطقة لا تقبل بهم أو ترفض وجودهم. إضعاف وتفتيت وتدمير. نحن رأينا أنه تنظيم داعش الإرهابي عندما هاجم هذه المناطق، بلا شك أن رئيس الحكومة كان نور المالكي، كان الأجهزة الأمنية كلها تحت سيطرته، ولكن من الخاسر حصل؟ الخاسر هو المواطن الذي كان يرفض هذه الميليشيات، الآن مجبور أن يقبل بهم، مجبور أن يقبل بهم، ولا يخشى أن يفتح فمه فورا يتهم بالإرهاب. وبالتالي حققوا هدفهم من خلال هذا الأمر، من خلال هذا التدمير، من خلال السماح للإرهاب بالدخول، من خلال الميليشيات، وهذا هذه العملية تدخل ضمن ذلك. نشكرك شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة الأستاذ شهوى القرداغي الباحث في الشأن العراقي ضيفي في الأستوديو، ونشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي العراقي لوجودك معنا في هذه الحلقة. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.